بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بينار وقهدار ترزدار صلاة خده السروابن جل خلاك كاديش برنامه وبرنامه مجوى إِسْلَامِ ما بحث ريدانا كشتنا حجري كربي حجر بن عدي السردست معاويه دامي دلیوانه دام ام صحبت اویب دمایی بینش برند دیو خلا اگر حس کتن ام ده دست به السر ریدانوی آخوی حجر و اگر دوباره پیزانین السر إيكش ظلامت امام علي بی و یه رشد بیل سر پشتوانی ها ابو طالبي حتى إيكش وان کسابین اوید رازينا بيكو إمام علي صلحي صلحة الجمل عويج أنجمدت حتى وقت صلحة جيشيرية نرازي بيجو تي إمام علي ماشيانة هاي الجشمايا مصدره اه إمام علي جو يا حجر جو بلا خوينا بصرمان نائترشتن والصلاح حيدابتن شترش هندى كأكشما سركتن السريدي بينتن ما بيا ساخ بشتي كشتنا إمام علي جي حتى سر زمانه كربيع حس حساني هر دي سبايه نرازي بي السار تنازل جي وقت حساني تنازل بو معاويه كرسي خلافتي بو وي هلي گلك عاجز بي ونرازي بي السار بي جي بلاي با نرازي بيناوي وعجزيوي اقتنيب داوي بالکوچ قال ديوانات هاويتا اماويه وتابت معاويه وبشتوانيا بنمالا ابو طالبت و وحسني وكرويت گر ابداوي بشتي امام حسن چوی بر یا خود حجری وکی کی گوتی او دیا خو معارضا خو ناراضی بینا خو بجا هم نه ابداوی و انما شیعه الدور کوم بینو گوتنی یا حجر گوتی تو سر کرده اک پیش و عمل دیفته ام دی داخواز ماف بن مالا ابو طالب کین داخواز ما ماف بن علی کین دی دجی بن مالا امویه ده د جماعويه راوستين اگر تو سر ما بگی حجر وه انسان کی هر وکی تو بیجی زی کا گرمت بی وخت پشتاوان بخدیتن زی کا گرمت بی دسه جار کا معاويه نصيحت لیکرن وهندک بریکرن داب جی کو دستش ا بیت چنده بردتن مساله يا منتهيه يا بوريه او بصرمان افروكا يعني ایک ریزن <applause>

يا زياد بن ابي هيف ريكر لوي سردم بصرابي غته هرا حجري بِجِرَةٍ زياد بن أَبِيهِ بري دي بيت يعني بريش بصرى در كبتو كوفه كو حجر الكوفه بي ظلامك فريكر ريكر كو هما بيت خا تسليم يعني في شي كريت وصا يعني جرتن دست هر دي اه حجري خوانه دا دسته زياد بن أبيه زياد بن أبيه مجبور بي اه لشكرك راكر جبسرا و قصتا كوفا كر وقته هاتي داخل كوفا بي حجري زاني كو مسلا اه يا دمائك هاتيا رابي رابيش كوفا در كات و جهة كي آسه زياد بن أبيه الجل لشكر خواه چونه وي جهة كو لي خواه لي آسه دا خواه جكر كو بتا خواره دي اما خواره بس مرجه كي مرجه اوه تو حكم سر كي گوتي زياد بن أبيه وإنما من ورقة من وحوالت من ما ورقة شامي بلا معاوية حكمي السرمة بكتن أه هر عينان هر دي سوا وسا تشي بيكو أه زياد بن أبيه سر مرجي حجري راضي بي وها تنه دسته كرين جل حوالتوي وبرنا شامي واختي برين ديوانا ايكي آن مجلسا ايكي معاوية الگرنشتي خوارده سابتي تاواني توي بوهج يا ايكي قوتي تو قسيش كستي در حق خلیفه دا ادبیجی او ایک یا دوی تو مروفکی تاوانباری که تو خبرت کری تو قصش کستی ادبیجی پاشی تو خلکی جل خواه کومت که هر وکی تل بره تو سرحلدانه که انجام بدی دجی دست حالات اسلامه و ایکش آخفتنه تا جی هر دیسه و اویه تو دبیجی مسلا حکمی و دست حالات بو با کسا که دی چنابتن اگر نه إيش بيت ال آه يعني كي بيتاب آه بيتا بنمالا بيغنبري بالصلاة والسلام المقصدة بيجيكو بنمالا عليا وكورتي وعيالي بينا بل با اه معاوية لاس الكشتناوينا كير داس بيكي بل كي استخارة كير يعني نبيجا استخارة كير ودخاش خد تعالى كير قوتي يا ربي ويريكي نيشام بدا ينجي بدا برمن اواكو مصلحة بصرمانة تيدا آه يعني كاودان آلوسنا بنو نخاشي بهيدانا بده. بشتي نفيجا يا استخاره كيري باشي رابش كاري كل جلمروبت عقل مندو شارزا او غوتا وانا اس يعني تشبكم اس يعني تشبكم درهقه حجري ده حجر اه يعني حجر ابن عدي بلكي يعني بري حكم الدرهقه وبتا صادر كيرين اه كاني اس شبكم اه هنداكا شوان راويش كارا بوچونت خديار كيرين بومويه هنداكا جوخامت كير ودليل دلیل السر أب آخفتنا از بیم صالح بن احمد بن حنبل رحمة خود السر بن شرحبيل که شرح بیلی ود جهت دم وفدا وف حجري حجر بن عدي هات يا دستر سر كرن و هنارت هنارتينا شامة معاوية حاضر بين قتيم معاوية كاريل جال كير اه اينا هردي سبابو اه يعني و جدت ايضاً هر دي سبب بو داري يعني راو اه بوشونا بيقبا دو ماءي كي همي سررايا كيل سر بوشونا كي بو كم ببن مصلحة برجوونديا جشتي يعني ما جدت اه تدابطن باشد ينجي جدت معاوية راوستا را يعني اه لازل داري يعني حكمي نا كر اه باشد ينجي جدت شوت مال جدت اه قدر اكا ما هر واكي دي سابا ام... نویجا استخاره گیری پشت هنگی در کرد بانگی نیورو هاتا دان البانگی نیورو گوتی چو پیشیا بسرمانا کرد، کرد پشتی محراب دا راستا، او گوتا خلکی ای ای گلی خلکی بجنمن رکی نیشا مبتن در حقا یا اه... حجری و حوالتی دا ام چه بکین و چیا باشه، امده وکین، طبعا ایک شوانا اوید کو معاوية داخوزة رأيوي كريكو بيشتن أه... عمر ابن الأسود ايك شوان راوشكارا يعني ايك شوان آقل دارا بيكو معاوية بيدوي برأيوي بيكان الرأيوي يعني اتشيه طبعا اف ظلمه هرا بي سرخوا اتنيبا مزقفت دا قوتا معاوية قوتي تو امير المؤمنيني و توش مهمية الشهر زادري و قوتي اخفتن اخفتن اتا حكم جي هردي حكمتايا أو تو اوا تبكي و اوا تبجي ام دي بجيناتا سمعنا وأطعنا يعني آه يعني أم ده جهداريات ودي يعني آه إطاعات جيكين أم البر يعني نار راوستين معاوية يقول هنديك عمر بي قوتي استويخوا يعني مسالة حجري استويخوا دينا وكرا استوي مدا هر وقت بيجي تاوانا كشتناوي اخستا استوي مدا أبا آه بوچونا يا عمر بن الأسود بي فاشي قوتي معاوية قوتي كان أبو مسلم الخولاني. ابو مسلم خوالان جا بجي عالمك جلكي يا بركات يا زانايا اتوي شرخيدا معاويه ادفيا بوچوناويجي بزانتن كان درهقا حجريدا تشي بيتاكرن او يا باشا انا ابو مسلم الخولاني قلت قلت اه والله قلت ما او رجا ما بيعدا يا تما يا ما ريجريل تناكري يا قلت معاويه قلت فرمانته ما يبجه ايناين اه وقلت امشتا جدا نبينا طبعا او رجا ام الجلتا كومين شجره ما امشتا جدا نبينا ما بيع اخو الجلتا نشكون ديال رجاء ما بيع تداي و هر دي ما هر فرمانه كا كريجي فرمانه تا ما يجي بجي كرين و وهر نغوه نكريه و هر داخوزه بيجي جي أم دي يعني أمدي ده بجي نتا بله دستخواه بوتا هر وكي آخفتنا ابو مسلم الخوالاني يعني نيا اريني بي نيا نريني بي يعني نا اشارات بو هنده حجر بيتا كشتن ناجي بو هنده بيكو كشتن بمينتا معاوية ما يه يعني حتى في رادجي هشتا كاسي بدرستاهي. رأي بو خد درستا الدر حجري دا بو معاوية يعني ديار ناكدنا پاشي قد كان عبدالله بن مخمر عبدالله بن مخمر و ديار اواجي راوشكاركا و او ايكو جي جيخوا ادگيرتن قد تو چود بجي يا عبدالله إنا قتي عبد الله جي قتي إنك إن تعاقبهم فقد أصبت قتي هكرت وانا عقوبك اه تا يا كر وإن تعفو عنهم فقد أحسنت أما قرت الوانا ببوري كاركي تشاكا قنجي هكا يعني كهردي هردي ساواجي أف آخف تنجي هكا تبكيت هرد الرخيط ميزان دا بشرا خدا ناشتن هكرتو وانا عقوبة اه يا یا درست تر کت عقوبه بکی. اما آخرتنا عبدالله بنو مخمریه. هکش خواه تلوانا ببری و فقط احسن تقنجيه كو تشاكيتا الجلوانا ما قوت تاكر أه باشي صالح بن احمد بن حنبل قوت من قوتا الشرح باشا باشي معاويه تشل حجري كرو جماعه تويكر انا قوتي شرح بيلي قوتا من قوت شوانا كشتن وهندك جي عفي كرن اويت اوت هاتيا كشتن ما قوت أه حتى نبس أذبتني وإنما اوبت پشتوانی حجری جکرین او عشيروي يعني بابكو ايجا ختوشي همي رازي بين سر کشتن حجري حتى گوتي بري بتا کشتن جي گوتي قبري وي کولا بي حاضر كربي جي يعني برهف كربي وقطقط كربي بو وكي گوتي بودا داخل ات دا. أه طبعا ابا اخلاقي الشيعانه قالي بينرو گهدارت ريزدار دا طبيعه توان ابزان همي وقت الشيعة أهل بلبلينا و همی وقتا شیعه خلکی پیوت کنو پشتینگی خیانت و غدری لید کن هر وکی چاب سره و گوتی یه حسینی اینای اگر خود حس کت انشاءالله پاشی اتخاله کت بیده اگر خود حس کت امی بحثی بکین شیعه طبیعت وانا اویا وکی کلانیس کنه ده کلن 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 و ده پشتینگی ایکی دن برسنگی خواه پشتینگی ده هیلن نیواره هر وکی تو ایکی بینی باوجی وکی گوتی نیوا بحری پشتینگی دستا جب کشی و پهلی اومروه مگوت اب خندقتن طبیعتو او اخلاقی وانا مگوت یهویا ما جونيفيس ادبيجن دليل معاويه تشبي حجر كشتي يعني خوا يعني معاويه وقت حجر كشتي اوي ما قلت حكمه كي شرعي يعني صار حكمه شرعيه كشتي السر نص قطعي كشتي حديثه يعني هما نار بتنش فراغ راكي في بزارهات كشنا بر شليت خندقان نه سي بي كا دارا بيكو دليل كي شرعي هبت يعني نبر خدن كان يعني كشتنا بي به بها حق يا, يا نحق معاويه جل جلا ديف چونكر متابعه كر ليكولينو بي كل كرن ابسر دليل هل ببتن كو او دليله دليل كي بتن ريكي بتتم اويكو حجري طبعا دليل جي اه مؤرخه بيجن اف حديثا بيغنبيا صلى الله عليه وسلم اواد من اتاكم وامركم جميع على رجل واحد يريد ان يشق عصاكم او يفرق جماعتكم فاقتلوه كائنا من كان ابحديثا بيغنبيا صلى الله عليه وسلم بحسي جماعه بصرماناتكتن جماعه بصرمانا يا وكيكوتي ايجيرتيا و اكسفو ايجريزن

و اكيمغوتي unha خشيه پیدا بكتن او پشتينگه بيتن دا خوازه دا صلاتي بكيت او شر دا صلاتي بكتن يعني پیغمبر صلوات خسرن بيشتن او کوما بسرمانه يعني او دولت بسرمانه او وصرحاتو ارام تبنسها دا صلاتا كو شرعيه يا عدا يا عداله يا برحمه شنو كا اي بكتن يعني الظلمه بظلم وتعذيب نحقي بجاشنيكا خشيه پیدا كتن يانجي صفا بصرمان شاق كتن بيشتن أفي مروي بكوشن كا إينال من كان خا كيبتن أفيه لازم أفتحكوشن طبعا دليلي يانجى بلجي ي أو حكمة أو معاوية حكمي خويه الشرعي أواكر السر أفيه بلجيها السر أفيه دليلي كأبجي حديثك الصحيح أبي غبار صلاح خالد السر من أبي حديثه أدبتشتن موقف عائشة الخشبة بعد عزيز درهق يعني درهق كشتنا يا حجري دا صلاح بن جوئك حجري معاوية وقتها تي واختي هاتيا اه مدينه اه قصتا اه داسار ديكا بسرمان داسار عايشا عايشة دا عايشا جي عاجز بي وهار دروي كي قوتا معاوية تابوتشي حجر كشت لماذا قتلت حجر قوتي تابوتشي حجر تاكشت قوتي اي ديكي؟ قوتي من إن اني وجدت قتل رجل في صلاح امة انا معاوية قوتي اي ديكا من قوتي والله مديد اس ظلامك بوكو دا امتا اسلامي بي بارستي بتو ارام يعني يا باش ابابي اوامن كريكومن يعني ظلام كشت دا, دا امته اسلامي بيتا باراستن اني وجدت قتل رجل في صلاح امه خير من إستحيائه في فسادهم يا او امروب من تساخ بس بيتي اني همي فسدت يعني اخفتنا وكي من اويه گلا گلك وك بركيل بكي. من گوتي من ديت انسانك بيتا كشتن و امات ببتا پاراستن آرامي و راحتي برقرار ببتن چيتره شند کو او کس يي ساق ببتن بر و واجب وجبشتينگي اومد اشنا بچتو او بتا فسداندن او ريواتا كهديده اد خشيت و فتنه تن تكنو فيها اهراق الدم يعني معاويه گوتا عائشه گوتي اثرسام کو هكار حجر بمين تا ساق فتنه مازن بيدا ببتن خوينا بسرمان اتيتا بت رشتن طبعا اكيد ابا اختنا گلاگلكيا برعقله بل بهر جوابتن معاويه هانت بروفك يدل نازق بي تبجين گلا گلاك پاشي ما بي پشتي حجر هاتيا كشتن رواته اه رواته ياديه عائشه اني اه اه يعني رواته كه در دسبه يهاتيا بلاف كرن بيشتن عائشه اه وقتي حجر هاتيا كشتن هر الدمي كشتناوي گوتي عائشهش مدينه ظلامك ورك گوتي عبد الرحمن بن الحارث ورك هدف معاويه كوكابوچي دي حجر كوجت بيشتنا كشتيه طبعا حتى گاشتي وير گوتي معاويه حجر ي إنا أبي زالامي عبد الرحمن بن معاوية قلت معاوية قلت أي معاوية قلتي بالي قلتي تحجركوش قلتي بالي قلتي باشا با كا أو بين أو صبر تحملاتا أو نفمال أو أوما نمونا أو ما كيرنا نمونا بو خالتي كو ها هندية بين فرايا هندايا برحمه هندية صابركيش هندية بنفمال بحنا أو بين فرايا باكا أو 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 صبر وتحمله أو صبر وتحمله أو بين فرايا هامي نما وقتيت وكيتا يتوكيد الدور بريتمن نماي يتوكيتا الدور بريتمن ماغوت نماي مرويت بنفرا مروفت صابر كش مروفت آرام مروفت ناف بحن مروفت يتوكي غوتي عادل وقتي اش دور بري د صلاتا كي چون عندك كونداك مرويت ديلكم ببن او بن اوت كلزر شولا بكن وآراء و چونت وانا او بنيتكم مصلحه برجان ديال بصرمار دا هادي عقب حته خص احتماله ببن لو ما ина اه امام الذهبي خود جرازي بت اخفتنا معنا اخفتنا يا معاويه اويكو جلك جالا معاويه پشم ما بي حجري يعني وقتي گوتي يا معاويه تابوت حجر كشت گوتي منش طبعا كشت وطبعا گوتي تشكويت واكيتا راوش كال دور بريت من احتمال هكري توكيتا هبان من گوي خدابا وا اجداسيت مش داركات جا ما امام الذهبي بيشتن أفا أف اخفتنا رامانه هنديكو معاويه گلاگ پشم ما يا حجر بن عدي اه اتجال هندي اف مبررات ما اف ويكي جوتي هيجاتو و بهانات ما جوتين هر جوابتا كشتنا حجري خلاتيه كا جلا جلا كا مظن بي التاريخ الاسلامي دا السردست معاويه هاتيه كشتن خلاتيه كا مظن بي معاويه ابكاساتي خا ما جوت كريبوشي هندي كا حجر نا انسانا كي عادي بي وانما صحابي پیغمبر بي خود السربن اشبر هندي كو اشبر في خاله معاويه جي جلا جلا ا پښیمان به بی حتی بجن درې ځایه امریکا او امریبی پشتینګې مای اته همي کوچکو دیوانه د بحث کوشتن او فکر او وته ووت اس یو پښیمانم یعنی یعنی په کوشتن او بي حتی رواته کده اټ بجن روجا او روجا کو دا مریته کاتیا سره وینا مرینه اته ګوت او د اور برت خو ګوتی روجا کا را شو درې شال پښیمان او دعوه کاره کی سخت يل هي فيها السر سخت يل كمن كمان السر ريك برمبر ميزان رجع قيامة يعني معاوية هند الطرصة اشرب العالمين سر زيا يا حجري كرج قيمته حجر بيتن وبرسنجت معاوية بجرة وبش ترب العالمين بس يارج كابوتشي اوي مروي اسكشتم اشبرني خش كبريت عزيز مسألة الصلاة جلا جل كت حساسن هندك جارد دا صلات دارت كهفنة نافرة وكي قطى يعني هاد رخ راضية اش مستحيلات انا انسان كده دا صلاة دار بشتن هر دوكان را گرتن وكي إيه الا دبر راخ كي و او راخ جي اوه غلق جارة ظلم و تعداري جندك جارة تدا تتا انجام دن خشكو برايت عزيز موقف مالك بن نويرة مالك بن نويرة ابا جي ايكش صحابة پیغمبرية صلاة خده سر بن مالك بن نويرة وقت قوله بيكو معاوية حجرية كشت يعني يه گرتي حكم اعدام يرسر كده كشتن مالك بن نويرة

يعني معاوية حجر داف هندك ظلمة قوتي هرم بكوشن حتى قوتي وقت مالك بن نويرة هاتي جي بسيار اه كير قوتي كا حجر قوتي, اه قوتي بخده هندك حجر يبري دي طبعا حتى جهشتي هشتي برا خده زفري تدف بابوي ها تدف عدي عدي بن حاتم اه بسيار كير قوتي راستا يعني حجر هاتيا كوشتن يعني بو يقين كير دوبات كير كبالي حجر هاتيا كوشتن انا اه رابي سرقه على اساس دا قستا معاويه كتن بي شي وساقهر وكل دابشتن اي عند خا نرازي بينه كي ديار كتن سر مساله كشتنا يا يا حجري طبعا فيريجي خبر بمعاوية معاويه شو كو مالك بن وري عرزه وي مروت خيت كوم كرين سر كشتنا

ختا خاري اش اش وكي غوتي عصبيه او عجزيا هندك مال جدايه رازي كر السروي أه ما غوت مسله باشتينغي ما غوت باشتينغي أه يعني أه يعني وقت باشتينغي اودي رازي بي اكش او اخرتنكم معاويه غوت يا مالك بن نويره السروي اساسا طبعا مالك بن نويري جي قناعت جبوي شي بي أه من ظلام كشت بالي باب من بلاكم ماذنش امه إسلامي فكر فتنه مازن ماذن يا زور دائرة رش دائرة رشنة من اه يعني من اه حجر كشت أبا أخذتنا معوية بأوكيه ابو مالك بن نويره هر وصا يعني معاوية درحق مالكي يدا مالك بن نوير بشت كسر يعني أد في زمانه من دا معاوية بشت كسر وكي مالك بن نويري نينه نصيحة كار أتبرجون ديا إسلام دا أتبرجون ديا دي مصلحة مرضحة أتبرجون ديا باختن يعني إنسانه كي درسوس وكي مالك بن نويري نينه تفيقا في دت دات حاله حاضر، تزماني مع دا، وكي مالك بن نويرك وانسانه كي درسوز بتن ويا نصيحه كاربتن بو يعني امتا يا اسلامي. أه جبلي قازيا يا كشتنا حجري خشكو عزيز جبلي قازيا يا حجريكو ما مش هامين راخو الرياضه صحبه الساركير طبعا وباش حتى معاوية بخاب خا وديارش أف ن أف دقيقة ما نقل كليني بحشماوي سر كشتناوي، بل كي أخاب خا جل الجرايات دوباره كي جوتي خلاتك مازميم من كذي بسلاء إن شابتا انسان هر خلاته بتحسكي بلا خاد شابتا بيقن برد خدي تينا صلاة في السر بن مقصوم من إيش أما إيش بلي رضانا كشتنا يا حجري وقدي يعني معاوية رحمة الله خدي السر بتا السر أساس الرحمة ولي بوريني آفاكر آه يعني بنية أساس السياسة يا شرعي يا معاوية أساس بنياتو ما قد سنك فراهي بي ولي بي وعدالت بي والرحمة بهن فراهي حتى أو بخواب خواه اتأخذنا كوخدا اتبجتن اتبجتن هر شو لأتبجتن من شيرش كافلاني نكشايا من شيرش كافلاني نكشايا هكير غوبال دوري خواب بيناتن و هر وصه من گوپال ب کارنه نه نايه هگر ازمان دوري خو ببينيد يعني افتنا كه گلا گلاك يا يا فر ام ابركه از افتنه راستي راستي يعني اب اووزري بن وسينو او پلوحه وا اب تابلو وا پلو پلو وسين داخلكي خو عقل منديه جواب جواب بيږي افتنه دي باركي مبهد بهشت من چجاره شیر اب كارنه نه يعني مشقابل نه كشاي هگر گوپال دوري خو ببين ترولي خو ببين به بي معنا او شولب گوپال چې بت قطانه چه بت معاويه چجاره

و کی گویی دادن اب کار بیننده. بحثی حتی اگر می جی اتنا برا منو خالکه داد، منو حفرکیت من دا مابتن اسنها هلم عوامی بپشتن بي بحثن هکر او اوی می بکشن، از دل دیف بردم. هکر اول دیف می از دی کشم. حتی بحثن جارا که یعنی سلیم 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 ایکش وای کی گویی عبادت یانجی خلامت یه زیادی بین زیاد بن آبیه. ال دیوان سليمي أبي ظلامها ها متحد زياد بن أبيه كرم بو حل كرنا مسألة بو تشاره سر كرنا آرشا انا طبعا زياد بن ابي قالك مروكي عصابي بي همي هما شيروي طلابا دا بي بوان مسلات وصا متحد زياد زياد بن أبيه انا اه معاويه قوتي اسكت قوتي خامت كي خاب كده خدا او شولت يعني زياد شير بوب كارت انا من او شولة همي يب ازماني حل كرين او شولت زياد كشتن تداكري من يتحل كريم بيكوخين بيتا يعني بيتا رشتن خشكو برايت عزيز ويه أه چنداماتين دومايكا ويخلاكي ان شاء الله الخلاكا بيت اگر خده حسكت بابت الديف أه بابت ان شاء الله واك زنجيرة اگر خده حسكت ان حتى بيجين حتات أه تاريخ دولة اموية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته